سلام يا أحباب، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا على خير. تخيل معي لو كنت تشاهدون من الفيديو الأول وحفظت جميع الجمل والكلمات التي كانت موجودة في الفيديوهات. تخيل معي كمية الرصيد اللغوي من الجمل والكلمات والقواعد التي ستكون لديك الآن. لم نكمل الشهر، تخيل معي لم نكمل الشهر، كمية الرصيد اللغوي الذي سيكون لديك الآن. المهم، يتواصل معي بعض الإخوة تبارك الله يقولون بأن مستواهم تحسن، بأنهم يستعملون تلك الكلمات وتلك الجمل في حياتهم اليومية، وهذا شيء مهم. أحس بتطور ولله الحمد، وهذا أنا فخور به جدا. وأما بالنسبة لك أنت الذي تشاهدون ربما من الفيديوهات الأولى ولم تحفظ شيئا، ولا زلت تتخبط بين كثرة المجموعات أو الصفحات أو تحفظ كثرة الكلمات في اليوم، يا أخي إنك تضيع وقتك. أو ربما أنت الذي تشاهدون أول يوم وقد ضيعت أشهر وسنوات وأنت لا تضع برنامجا لكي تلتزم به لكي تتعلم، أنت تضيع وقتك. حاول أن تلتزم ببرنامج يساعدك. المهم أن تحفظ ولو 5 كلمات في اليوم وتلتزم بها، على أن تتخبط بين كثرة الأمور التي تشتت عقلك. اليوم سوف نقوم بطريقة جديدة في تكوين الجمل لكي يتطور مستواكم، مستوى تكوين الجمل بالخصوص. هذه الطريقة أنني سأعطيكم الكلمات فقط معها الروابط حروف الجر، وأنتم من ستقومون بتكوين الجمل. وبعد ذلك في الفيديو القادم أو الذي بعده سوف أعطيكم فقط الكلمات، وأنتم من خلال الفيديوهات السابقة فقد حفظتم غالبية كلمات الروابط وكيف طريقة تكوين الجملة وكذلك تصريف الأفعال في الأزمنة المهمة. جيد، اليوم كالعادة اليوم الذي سيختلف أنني سأعطيكم في الأول تصريف الفعل، وبعد ذلك أنتم الفعل تقومون بتصريفها حسب الجملة التي أطلبها منكم. المهم كل جملة تكونها أو بعد أن تكون جميع الجمل ضعها في التعليق وسأصححها لك، وبعد ذلك تنقل في ورقة الجمل الصحيحة ثم تحاول حفظها في هاته اليومين قبل أن يأتي الفيديو القادم. نبدأ مع أول زمان كالعادة وهو الحاضر. سأعطيكم الكلمات وأنتم كلمات أول جملة وأنتم تضعونها في جملة. أولا لدينا السفر. السفر ما هو السفر؟ فياجاري. ثاني كلمة هي أخي. الأخ ما هو الأخ؟ فراتيلو. ثالث كلمة هي النقود ما هي النقود؟ سولدي. النقود مجمع، النقود جمع. أنا أعطيكم هنا نقود بدون تعريف، أنتم ستضعون ما يلزمها لكي تكون النقود، وكذلك فراتيلو ما هو ضمير الملكية الذي يحتاجه مثلا. وبالنسبة للروابط فهي موجودة دا بير اي سوي لي اللي هي ا زائد الوي ا وهو الى هو. الجملة هي اعطيه المال ليسافر الى اخيه. هنا اعطيه فعل اعطى زائد اعطيه هو، قلنا الضمير هو. ماذا نعوضه؟ كذلك هنا المال معرف تذكر ليسافر إلى أخيه. الجملة الثانية تتكون من أجلس، وهنا فعل يجلس يسمى verb reflexive، هو فعل يعود على الشخص ذاته. سوف نرى verb reflexive في الفيديوهات القادمة. المهم أجلس أقول مثلا سيديرمي، أجلس سيديرمي. الكلمة الثانية هي وحدي سولو. كلمة ثالثة قليلا هي قليل. وهنا الروابط ميون بيردا، والفعل هنا نريد أن نقول الجملة هي أعطني أنا بعد الحرية في الجلوس وحدي أو للجلوس وحدي. أعطني أنا بعد هي القليل، بعد هي القليل. الحرية للجلوس يعني أنا لكي أجلس أنا للجلوس، هذا على رأسي verb reflexive وحدي. نمر إلى زمن الماضي القريب passato prossimo، ونأخذ أول جملة كلماتها. نريد أن نقول البائع فينداتوري والبائع. كلمة ثانية هي 50 أورو 50 أورو 50 أورو. والفيل جملة تحتوي على 3 الفيل وكلمتين. وبالنسبة للروابط هذه هي الروابط، كما قلنا بالنسبة لال ماذا تكون؟ هي ا زائد يل تساوي عال. المهم نريد أن نقول أعطيت البائع 50 يورو. أعطيت البائع، بائع هنا معرف، ولكن أعطيت للبائع
خمسين يورو، خمسين يورو. في نفس الجملة نريد أن نقول ولم يعطني الباقي، ولم يعطني الباقي. هنا الكلمات الموجودة الباقي تعني ريستو، ريستو، يعطيني هو، يعطيني هو، هو لوي، و اي نو لن يعطيني، لم نو لم يعطيني انا مي. حاول ان تركبها في جملة. قلنا ولم يعطيني الباقي، ولم يعطيني الباقي. الباقي معرف هنا. نمر إلى الجملة الثانية، نريد أن نقول هم، هم أعطوني رأيهم، هم أعطوني رأيهم. الروابط الموجودة هنا مي لا لورو أي هم أعطوني، أعطوني. ماذا نقول؟ أعطوني تصريف فعل داري بهم في الماضي القريب. الرأي هو opinioni، opinioni هو الرأي، opinioni، ولكن أعطوني هم رأيهم. نقول أعطوني رأيهم، أعطوني رأيهم. كيف نكون الجملة؟ نمر إلى المستقبل البسيط، فوتور سامبليتي، والجملتين اللتين لدينا تتكون من كلمات. أول جملة تتكون من كلمة نصائح، نصائح اللي هي كونسيلي، كونسيلي، أو نجاح، نجاح، سوتشيسو، سوتشيسو، سوتشيسو النجاح. بالنسبة للروابط ها هي، هي أزايد لويزين لي. وبالنسبة سو على إيل، هذا التعريف سول. نريد أن نقول سأعطيه، سأعطي هو، سأعطيه هو نصائح، نصائح عن النجاح أو بشأن النجاح أو على النجاح. سأعطيه نصائح بشأن النجاح، عن النجاح. كيف نقولها؟ سأعطيه هو النصائح عن النجاح أو على النجاح. النجاح هنا معرف وعلى النجاح. المهم كيف نقوم بتكون هذه الجملة؟ الجملة الثانية الكلمات الموجودة فيها كويلو اللي هو كل، في هذه الجملة تعني كل، وفوليو أريد، أريد فوليو، ويعطيني أو تعطيني، تعطيني أنت، تعطيني أنت. الجملة هي هل ستعطيني ما أريد أو كل ما أريد؟ تعطيني أنت، تعطيني. هل، هل هنا غادي تفهمت، عارف انتم صيغة السؤال في الإيطالية، يعني هل قاعد تقولوها، يعني تقول تعطيني، تعطيني أنت، أنا، تعطيني أنت، تعطي لي ما أريد، ما أريد أو كل ما أريد، تعطيني كل ما أريد. الروابط هي مي إيكي كي. وكالعادة أعجبك الدرس، أتمنى أن تضع لايك وأن تشارك الفيديو مع أصدقائك، ولا وفي المجموعات لا تكون أناني، تتعلم لوحدك. وبطبيعة الحال أتمنى أن تبقى على خير، وأراك في صحة جيدة، دمت سالما.